سنة سوخة. أنا بشكركم، بشكركم كلكم، بشكركم لأن كنتوا اللي خليتوني بديعة مصابني، خليتوني الفنانة المشهورة، وده بحبكم وتشجيعكم ليا. كنتوا دايما ظلي، ظلي في مشواري الطويل للفن، الفن اللي عملت المستحيل علشان أقدم لكم فيه كل اللي يسعدكم. اشتغلت كتير، اديتكم عمري، اديتكم فني، اديتكم صحتي، اشتغلت ليل ونهار من غير تعب من غير ملل، كل ده علشانكم. خبيت همومي في وسط سعادتكم وفي وسط فرحتكم وفي وسط الضحكة العالية اللي كانت بتلعلع وطالعة من القلب. أنا شايفة هنا فريد الأطرش وهو بيدندن على عوده بيغني أحلى الألحان، وتحية، تحية بترقص ومبدعة، وحرية الحال وبشرى وكيل واسماعيل ياسين بخفة دم وعبد المطلب وبيبا وسامية جمال وناس كتير كتير كتير. بس خلاص المشوار انتهى والقطر قرب على محطة النهاية. أنا النهاردة بودعكم عشان النهاردة قررت الانتحار. أنا هسيب مصر، وخروجي من مصر معناه موتي، موت بديعة، بديعة مصاب. بحبكم وهمشي من هنا، مش هاخد معايا غير حبكم وشنطة كبيرة مليانة أجمل الذكريات. أنا بودعكم وبودع مصر، مصر اللي بموت في ترابها، مصر حبيبتي.
سيبيني في حالي يا جمالات، انا مش فايقاله. لا يا حلوه، انا ما بحبش حد ينام جنبي. يا سلام، نسيتي اما كنا بننام متلزقين على كنبه واحده؟ كان زمان يا اختي، لكن انا دلوقتي خلاص اتغيرت طبعا. الله، انا بقيت اخاف من الهرش واللمس. بقول لك ايه يا جمالات، سيبيني في حالي، انا عفاريت الدنيا كلها هتتنطط قدامي. اخذي الشيطان يا توحه وروحي لصالح جوزك. ما هو برضه ما يشكش فيا. يا بنتي، مش جوزك ومن حقه يغير عليكي؟ في فرق ما بين الشك وما بين الغيره. هو انت كنت دخلتي جوه قلبه وشفتي كان بيغير ولا بيشك؟ بان على وشه. استهدي بالله يا توحة وما تميليش بختك بايديكي. قومي يا حبيبتي صالح جوزك. مش طالعه. شكك فيا بيجرحني قوي يا فاطين. ده مش شك يا تحية. طب عشان خاطري ممكن بلاش نتكلم في الموضوع ده دلوقتي. انا عايزك تراعي مشاعري شوية، ممكن؟ حاضر يا حبيبي. صدقني اوعدك اني مش هعمل اي حاجة تضايقك، وانت كمان لازم تراعي مشاعري. تحية، انا بحبك قوي. طب ولما انت بتحبني هنفضل قاعدين كده ايه؟ مش كابس عليك النوم خالص؟ مالك يا انور افندي؟ قلتلي انك عايزني ومن ساعتها وانت ساكت. والله يا ست مريم مش عارف اقول لك ايه. انا فكرت اكتر من مره، بس انا واكل معاك عيش وملح، ما ينفعش اغش. في ايه؟ قلقتني. الحين في حد بيستغفلك، مخبي في المخزن سلاح وقنابل. لا يا سيدي، انا ما حدش بيستغفلني، كل حاجه بتحصل هنا بتتم بعلمي. يعني انت عارفه ان المخزن فيه سلاح وقنابل؟ ايوه يا حضره الضابط، احنا برضك بنحب البلد دي بس على قدنا. والله كلامك يشرح القلب. احنا بنحاول نعمل للبلد دي حاجه. انتم مين؟ انا وسمعين ومحمود وعمك عامر. والله عفارم عليكم. كده يا توحة يا وحشة؟ أنا فعلا وحشة جنبك قوي يا كاميليا يا قمر. بتحشي عنك العين؟ بنتي حتى زي القمر. أنت فين يا بت؟ موجودة أهو. بتظهري وتختفي وما بتسأليش عليا خالص. هو أنت بقيتي فاضية لنا؟ ده أنت بقيتي نجمة كبيرة خلاص. هو أنا برضو مهما أبقى نجمة هبقى نجمة عليكي؟ ده أنا بحبك يا بت. وأنا بموت فيكي يا توحة. أنا صحيح، هو أنت سكنتي في الزمالك؟ آه، ومستنياكي بقى عشان تيجي تزوريني. حاضر هجيلك. ده انا حتى نفسي اتكلم معاكي في حاجات كتيره قوي وفضفضلك على اللي جوايا. يا حبيبتي، وانا كمان نفسي اسمعك بصراحه، وحشني رغي امك. يا روحي يا روحي يا حبيبتي. دول ولاد كلب، في وجودهم عمر بلدنا ما هيقوم لها قوم، ولا في وجود الملك ذات نفسه. قصدك ايه يا انور؟ قصدي ان لازم نحكم بلدنا بنفسنا. فيها 7000 سنه بيحكمنا غريب. ده انت ولا الفدائيين يا استاذ انور؟ لازم ولاد مصر كلهم يكونوا فدائيين يا محمود. الله ينور عليك يا ابني. بس انا اول مره اسمعك تتكلم في السياسه يا انور. زهقت يا اسماعيل، قلت افضفض شويه. لوست انور فدائي زينا بس ما كناش نعرف. يبقى من النهارده ايده في ايدينا. من امبارح وحياتك، السلاح اللي انتم مخزنينه في الصندوق مخزنينه غلط. تخزين السلاح له اصول، والا يفرقع فينا احنا ما يفرقعش في الانجليز. طب وانت عرفت منين اصول تخزين السلاح؟ يا عم عمرو، كنت شغال في كامب انجليزي، تعلمت منهم حاجات كتير ولاد الجنيه. ادوني خبره ولا اجدعها ظابط. سلام، ظابط كده عنده واحدة. والظباط أحسن مننا في إيه؟ ما كلنا ولاد تسع ولا إيه يا رجالة؟ خسارة كبيرة أوي خالص يا رحاني. الست دي إدت كتير للفن في مصر. فعلاً، ست بديعة مصابني هتفضل علامة كبيرة أوي في تاريخنا كفنانين.
ربنا يوفقها في حياتها الجديدة في لبنان. كنت عارفة إنها هتسافر، هي قالت لي كده، قلبي كان حاسس. ياه الست دي أنا بحبها قوي. مدام بديعة دي كانت تتحب قوي. عندك حق، بس كانت قالت هتوحشني، كانت خدتني في حضنها. أنا فيا حاجة من الست دي، لا فيا حاجات كتير. أنا منكرش إنها أثرت فيا قوي. أنا كمان كان فيا حاجة من الست بديعة، أنا وهي كانت مأساة كل واحدة فينا أمها. أمي ظلمتني كتير قوي يا طوحة، كفاية إنها ولدتني من أب معرفوش، كان عشيق أمي، فلس وهرب وسافر وساب مصر خالص. ولما ولدتني سميتني على اسم زبون كان عندها في البنسيون، انكتب عليا اتسمى باسم واحد غير ابويا. يا حبيبتي كاميليا، عارفه يا توحة كان نفسي كل ام زي امك، او حتى زي اي ام بتخاف على اولادها وتحبهم. كان نفسي كل اب اتشرف بيه قدام كل الناس واقول للناس ده ابويا، بس الدنيا استكترت عليا حاجات كتيرة قوي. معلش معلش يا حبيبتي ما تحزنيش، والدنيا زي ما خدت منك هتديكي برضو كتير. تفجير المعسكر الانجليزي محتاج لسلاح زيادة غير السلاح اللي موجود. اطمن يا أنور، السلاح الجديد جاي بكرة، يبقى نستنى لما السلاح ياجي وساعتها اعرفكم هنعمل ايه وخطة تنفيذ تفجير المعسكر ازاي. وانت هتعرف تحط خطة التفجير دي يا انور؟ هعرف يا محمود، ما تخافش مش هوديكوا في داهية. احنا بدأنا نثق في دماغك يا انور. ثقتنا في الله وحده هو اللي قادر انه ينصرنا ويثبت خطانا، وساعة ما السلاح هيوصل ننفذ العملية على طول. ما تقلقوش، انا في التخطيط اسطى. قلتوا ايه؟ موافقين. يبقى على بركة الله. اهلا وسهلا اهلا وسهلا بست توحة هانم. ايه ده فاطمه ما جاش معاكي ليه؟ لقيت نفسي مخنوقه قلت اجي افضفض معاك شويه. يا سلام تفضفضي قوي قوي قوي، بس قولي لي تشربي ايه الاول؟ مش عايزه. لا 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 ما يصحش، مش عايزه مش عايزه. الله 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 الله، في ايه يا تحيه؟ لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. اهدي بس شويه، اهدي البال. قولي لي ايه اللي حطك في الحاله البطاله اللي انت فيها دي؟ كاميليا خدتك ورحتوا فين يا تحيه؟ فين ده ايه؟ بقول لك كاميليا خدتك ورحتوا فين؟ ابدا ما خدتنيش في اي حاجه، انا وصلتها وبس. كل ده بتوصليها؟ لا، لقيت نفسي مخنوقه شويه عديت على سليمان بي، فيها حاجه دي؟ عديت عليه فين؟ عنده فين؟ قاعدة مع راجل غريب في بيته في وقت متأخر زي ده يا هانم؟ ليه؟ متجوزة طرطور؟ ايه الأسلوب الرخيص اللي أنت بتتكلم بيه ده؟ أنت اللي تصرفاتك رخيصة! أوعي إيدك دي، أنا ما أسمحلكش! وكمان ليكي عين تتكلمي؟ أنا ما عملتش حاجة غلط! وجودك مع راجل غريب في بيته لحد دلوقتي يبقى صح! سليمان بيه مش غريب، ده راجل صاحب فضل عليا، وبعدين ده زي أبويا. بس مش أبوكي، وقفي وأنت بتكلميني. أنا ما أقدرش على رجولتي إن مراتي تبقى كده. أوعي إيدك دي، يكون في علمك بقى أنا أشرف ست هتشوفها في حياتك وفي عمرك كله، وطالما رجولتك بتنقح عليك قوي كده يا حبيبي يبقى ما ننفعش البعض وطلعني. طب أنت طالع إيه مالك؟ ما تعيطي اللي أنت كمان يا بنتي، مش عايزة أنا باخدك شوية يا طوحة. ما هو الراجل اللي يشك في مراته وهي بتصونه ما يبقاش راجل، سارة تنزل عليه دمعه واحده. انا ما بعيطش عليه يا اختي، انا بعيط عليك انت يا دمعه. بتفكري في ايه؟
أم عامر؟ ياه، أنت ما كنتيش هنا خالص. يا ترى إيه اللي واخدك مننا؟ ولا حاجة، حال الدنيا. وأنت عامل إيه من غير أنور السادات؟ أظن ما أطعم فيك. كان دمه خفيف وابن نكتة. والله ليه وحشة. السنتين اللي قعدوا معانا إحنا ما حسيناش بيهم. ربنا يكرمه بقى في شغله الجديد، والقعدة في وسط أهله أحسن برضه. ربنا يسترها معاه ومعانا يا رب، هو اللي زيه يا رب. غريبة يا زكي، الراجل اللي هناك ده من ساعة ما قعدنا ومش عايز يشيل عينيه من عليا. يا سيدي سيبك منه. على رأيك انت مش ناوي تعزمنا على العشاء ولا ايه؟ يلا بينا. يلا. بعد اذنك لو سمحت. يلزم خدمة؟ ايه رأيك تشتغل في السينما؟ سينما؟ اشتغل ايه في السينما؟ ممثل. انا شايف انها فرصة يا رودي. فرصة ايه؟ ان امثل؟ مش ممكن طبعا. انت خايف الاباظية يرفضوا؟ حتى لو وافقوا امثل ازاي؟ انا معرفش. المخرج كمال بركات قال انه هيعلمك. يعلمني ايه يا زك؟ هي لعبة؟ لا طبعا مش لعبة، ده فن ومسؤولية كبيرة ومشوار طويل، بس انا حاسس ان انت هتنجح وهتبقى ممثل كبير. قصدك كبير في السن؟ انا مش فاهم انت بتحبط نفسك ليه. كمال بركات قال ان انت وسيم ووشك فوتوجينيك وتنفع للسينما، انت بقى بتقول لا ليه؟ معرفش يا زك، معرفش. هو انت رافض التمثيل اطلاقا يا زك؟ ده انا بحب التمثيل، بس انا خايف من الفشل، ما بحبش افشل يا زك. خلاص حاول يمكن تنجح. لا 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 يا تحية، ده كتير قوي خالص، مش معقول كام فيلم في كام شهر. مش كده يا بنتي، صحتك. ما تخافش عليا يا بيه، ده انا توحة. ايوه ما قلناش حاجة، بس انا كنت شايف يعني انه كفاية عليكي قوي فيلم يحيى الفن. امال هتقول ايه بقى لما تعرف ان لسه عندي 3 افلام تانيين ومش عارفة اعمل فيهم ايه؟ كويس، ده ما اسموش شغل، ده اسمه انتحار. احنا كلامنا لسه ما خلصش، هروح اخلص المشهد ده بسرعة وارجع لك. اوعاك تمشي. انا اسفه جدا، ما كانش قصدي. استاذ احمد سالم، والله ما كان قصدي. ما حصلش حاجه، حصل خير يا توح. خير يا دكتور. الملك مهتم قوي بتدعيم الحرس الحديدي، لازم نزيد في القوه وفي العدد. وهو الملك قلقان من حاجه؟ في كلام عن بعض التنظيمات السريه الموجهه ضد جلاله الملك، بس الاخطر والاهم من كده ان مفيش كوك، ان في حاجه مش طبيعيه بتحصل في الجيش. زي ايه يا دكتور يوسف؟ هو ايه اللي زي ايه يا مصطفى؟ ما دام الملك عايز يعرفه واحنا كمان لازم نعرفه. بس بقول لك ايه يا بيه؟ هو احمد سالم شخصيته قويه فعلا زي ما بيقولوا عليه؟ مش كده وبس، احمد سالم فنان بارع، فنان شيك، ابن ناس. بس بيقولوا عليه انه عصبي قوي زياده عن اللزوم. شوفي هو في الحق يمكن يكون حنبلي شويتين، لكن لو تدخلي جواه هتلاقي طيبه الدنيا من اولها لاخرها. خدي عادي. من يد من اعدمها يا مدام. خدي يا ابو عصام. الف شكر يا مدام تحيه. الحمد لله بالسلامة يا ست الكل. أنت فين يا راجل يا عجوز يا طيب؟ أني رهن الإشارة. طب انت ربنا يخليكي ولا يحرمناش منك أبداً يا رب. طمني، أخبار الغالية مراتك إيه؟ هي بقى سايقين الحمد لله وبتدعي لك والله. طب الحمد لله، ربنا ما يحرمكوش من بعض يا رب. تعيشي. إيه ده بقى؟ أنت الأجر اللي بتاخديه بتوزعيه على عمال ولا إيه؟ مش جايز، ربنا بيرزقنا برزقهم يا أحمد. دي ممكن اعزمك على العشاء؟ اقول لك غرامه بغرامه، اعزمك انا بقى. والله جامد. لا 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 لا، انا عارف في ايام سودة كده عارفها. يا ساتر. اقول لك حاجه وما تزعلش، ما كانش فكري ابدا ان دمك خفيف قوي كده.
امال اللي كنت فاكراني ازاي يعني؟ جت حبة وقور حبة. وكشري حبتي. عندنا في الريف في مثل بيقول اللي ما يعرفك يجهلك. استاذ احمد قول لي، هو حضرتك من الريف منين؟ طيب الاول كده بلاش حكايه استاذ احمد دي، ولا احنا مش هنبقى اصدقاء يا طه؟ يا سلام، ده يشرفني يا استاذ. تاني يا استاذ. يلا بقينا العصر عندنا شغل. سيبينا ننام كمان شويه والنبي يقول. الله، هسيبك تنامي واحنا عندنا شغل. يعني هو الشغل هيطير؟ مش هيطير، بس يا اختي اللي اعرفه عنك ان انت ملتزمه وبتحبي تروحي في مواعيدك. عارفه شفتي مين النهارده في الحلم؟ خير يا رب، اللهم اجعله خير. مين يا توحة؟ الاستاذ احمد سالم. اهو يبقى استعوائك بقى وبيقول لك يلا يا توح. لا يا هبله، ده كان قاعد معايا واحنا الاتنين كنا لوحدنا، عينيه في عينيا وايديه في ايديا، ما نطقش ولا كلمه، بس عينيه كان فيها كلام كتير. كلام كتير يعني ايه؟ ما انتش عارفه بقى يا جوجو. لا يا اختي مش عارفه. هو انا يا ضحيه كنت معاكي في الحلم؟ ده انا حتى ما كنتش نايمه جنبك. احكي لي والنبي، والنبي احكي لي. عصر. طب بس بقى ما تفوقنيش من اللي انا فيه، ما تفوقنيش من الحلم. ما انت صحيتي خلاص يا ضحيه. المهم بس يا اختي تصحصحي نفسك كده وتفوقي لحسن احنا مش حمل صدمه كل شويه. انا مش قصدي كده، انا قصدي ان راجل مش عادي، برنس، راجل قوي وحنين قوي. والحين يا اختي نعرف الحاجات دي كلها امتى؟ من اول قعده. استرها معانا يا رب، والنبي يا رب احنا مش ناقصين. جرى ايه يا هبله انتي؟ وانا قلت لك رايحه اتجوزه. ما هي اختي بتبدا كده في الاول. تقصدي ايه يا مقصفه الرقبه انتي؟ راجل قوي وحنين قوي، وبعدين مأذوب مرتين، جواز وطلاق. يا سلام، طب لمي لسانك بقى وتلمي احسن لك. وبعدين ده انا قلت لك ده حال، هو حقيقه ده الراجل على ذمته واحده وما اعتقدش ان في باله اصلا. تعال. ايوه يا استاذ احمد. تحيه وصلت ولا لسه؟ لا لسه ما وصلتش. طيب اول ما توصل بلغني على طول. حاضر يا استاذ احمد. طبعا انتوا عارفين الكابتن حسين عاكف، الطيار الخاص لجلاله الملك، اكيد عارفينه طبعا، وكلكم عارفين بعض كويس. المهم احنا دلوقتي عايزين نعرف ايه حكايه التنظيمات السريه اللي ملت البلد، وكمان عايزين نعرف التحركات الغريبه لبعض ضباط الجيش دي، لابد من رصدها. احنا فعلا بنحاول نرصد ده من فتره. مفيش حاجه اسمها بنحاول يا دكتور، في انكم لازم توصلوا له. انا هنسق مع مجموعه الحرس الحديدي للأسر، ان شاء الله هنوصل له. بس الحكايه يا باشا يعني محتاجه شويه وقت. مفيش وقت، جلاله الملك مستاء جدا من الاخبار اللي بيسمعها، في منشورات سريه بتتوزع دلوقتي ضد جلاله الملك، ولازم المهزله دي تتوقف فورا، والا احنا مش عارفين جلاله الملك ممكن تصرفه يبقى ايه. حاضر حسنين باشا، حاضر. مش هوصيك يا كابتن. متقلقش يا باشا، ان شاء الله كل شيء يبقى تحت السيطره. لما نشوف. واضح ان حسنين باشا معتقد ان احنا مقصرين. الحقيقه انا اعذره، انا شايف ان توتره نابع من توتر جلاله الملك،
وأنا بحكم قربي من جلالة الملك لمست توتره من اللي هو بيسمعه. جلالة الملك يخشى حدوث أي شيء داخل صفوفه في الجيش. أنا ضابط في الجيش وأستبعد إنه يكون في أي حركات تمرد داخل الجيش. معلش نتأكد أكتر. إحنا عايزين جلالة الملك يطمن على الآخر. بقى معقول عايزني عشان تطمن على شغلي وبس؟ لا عايز اطمن عليك انت كمان يا توح. طب يا سيدي انا الحمد لله كويسه. الحمد لله. تحيه انت في حد في حياتك حاليا؟ طبعا في. مين يا تحيه؟ امي واهلي والمزغوده جمالات. انت حياتك مليانه قوي. شفت بقى تحيه انا معجب بيكي جدا. وانا معجبه بيك، انت فنان كبير قد الدنيا. ايوه بس انا مش معجب بيكي كفنانه بس. مش عارف انا خايف اتكلم صوتي مش فاهم. تالي انت فاهمه اللي جواكي. انت لو مش متجوز والنعمه كنت اتجوزتك. بقول لك ايه، انا ما بحبش المعكسة، انما بقى لو بترسم عليا وغرضك خير ارسم للصبح. ماشي يا جميل. جمالات، اسمي جمالات، ارسم عليا بشويش لحسن انا بنت بنوته والكلام الحلو بيدوبني. ماشي يا جمالات. وانا اسمي سباعي. سبع والله سبع. انت كنت رايحة فين؟ نسيت اصلك كهربتني نسيتني. وانا كمان نسيت انا كنت رايح فين. اخ افتكرت. كنت رايح اجيب لمبه غير اللي اتحرقت. لو انت كهربائي عشان كده كهربتني. كهربائي؟ انا استقضاء وانا بشتغل مع كاريوكا. يا لهوي دي ست عايزه تغير هدومها وما رحتلهاش. ده ايه اصل ده؟ ايه البت الملسوعه دي؟ وايه كهربائي دي؟ وقلت له ايه يا توح؟ قلت له قلقانه وانا دخلت تجارب كتيره قوي وفشلت، وانت راجل متجوز وانا مش عايزه مشاكل. لا مش متجوز اي حد، دي امينه البارودي، يعني المشاكل جايه جايه. ما هو انا كمان سبته ومشيت، ما قدرتش اواجهه، ما قدرتش ابص في عينيه، حسيت انه متضايق قوي، وانا من ساعتها مش عارفه ايه اللي حصل لي. قصدك ايه يا كاريوك؟ مش عارفه، جايز حسيت بخوف، قلق، حيره، لهفه. اللي باين في عينيك يا توحه انك ملهوفه عليه بس خايفه منه. ما هو كمان راجل ما يترفضش. ده انا ما صدقت لقيتك يا بت. بس اهم حاجه بقى انك تحافظ عليا وتكلبش فيا جامد لحسن انها ما تضيع من ايدك يا سباعي. قصدك السندوتش؟ سندوتش ايه يا جعان انت؟ انا بتكلم عليا انا، ولا انا برضو مش نعمه المفروض تحافظ عليها يا سباعي؟ طب عليا النعمه انت نعمه ونص. طب ده لو لقيتك مرميه على الطريق انا افضلك من التراب وابوسك. تبوسني؟ واسمع عليكي وارميكي على جنب. رموك في نار يا بعيد. لا يا اخويا انت شايفني حته عيش ناشفه ولا ايه؟ الله بهزر يا بيت. طب ده انا جبتك من اول خطه، حسيت ان كتفي لازق في كتفي، كنت عايز الف الناحيه التانيه واخبطك بالكتف التاني. اخبطني يا اخويا زي ما انت عايز، بس اهم حاجه ما تبقاش فنجره بقى على الفاضي يا سباعي. يا سباعي انا نفسي تبقى سبعي بجد والنبي. ان شاء الله ابقى سبعك. مفيش كفته. ازيك؟ احسن من امك. الله ليه كده بس يا تحيه؟ عشان مش سايباني في حالي يا اختي، عماله تتكلمي عليا وتجيبي في سيرتي. توح انا ما جبتش سيرتك. جبتي في سيرتي وغلطتي وغلطك وسامي. ايه بنت؟ ايه؟ مش طايقاني ليه يا سامي؟ مين قال كده بس؟ اسمعي انا بحذرك، المره دي هفوتها لك، لكن المره الجايه الله اعلم ممكن اعمل معاكي ايه.
توحى انا مش قدك. وعشان انت مش قدي يبقى تلمي نفسك، ولا تجيبي سيرتي بالطيب ولا بالراضي، فاهمه؟ يا توحى انك عملتي فيها كده. وحياتي كانت واقفه قدامي ما كانتش قادره تقول بيم، كانت عامله زي القطه. عشان تتلم وتبطل كلام بدل ما هي فاكره نفسها حاجه اليومين دول. اركب اركب اما وصلت في سكتي. قطعه ساميه وقطعه سيرتها. اعملي حسابك بقى ان انا عازماكي على العشاء النهارده. الله، ايه دور الكرم ده يا اختي اللي بقيتي في امه؟ ما هو انت اللي هتحاسبي. بنت الايه؟ يهودية صح؟ يوه، انا مش يهودية، انا مسيحية كاثوليكية، والناس بتفتكر ان انا يهودية من اسمي. ما تزعليش قوي كده يا اختي، عيسى نبي، موسى نبي، وكل من له نبي يصلي عليه. بحكم معرفتي بسعادتك اعتقد ان حضرتك خمنت سبب زيارتي ليك. بخصوص تحية، انا عارف ان حضرتك اقرب الناس ليها. حضرتك ممكن تقول انها زي بنتي بالظبط. ما هو عشان كده انا جيت لسعادتك عشان تطمنها من ناحيتي. افهم من كده انك واخد الموضوع جد؟ جد الجد يا فندم. شوف يا استاذ احمد، تجارب تحيه الفاشله مخليها خايفه من التجربه اللي جايه. البنت على فكره طيبه جدا، بس للاسف ما عندهاش بخت. البنت دي كل احلامها انها تلاقي الاستقرار مع راجل يحبها ويصونها. وانا اوعدك يا سليمان بيه ان انا هكون الراجل ده. طبعا ده شيء يسعدني ويشرفني، بس لازم نرجع لتحية في الاول. انا اوعدك ان هفتح معاها الموضوع ده، واللي فيه الخير يقدمه ربنا. هو انت فعلا حاسه انك عايزه؟ يعني حاسه كده انك نفسك تشوفيه تاني ونفسك يديكي كتف تاني؟ انت بتخرفي بتقولي ايه يا بت؟ احمد سالم يديني كتف؟ يوه، كتف بقى ولا رمش مش مهم، المهم الكهرباء. الكهرباء. يخيبك يا جمالات. انت عارفه انا حاسه ان الراجل ده غير كل الرجال اللي شفتهم وعرفتهم في حياتي. تقيل وراسي، بيعرض حب بمنتهى عزه النفس والكرامه. عينيه فيهم غموض غريب، مش عارفة واخدني على فين، بس مش سهل. حاسة ان عينيه زايغة. عينيه زايغة. انت مستنية حد؟ لا، قومي افتحي قوم. ايوه انا جاية. مساء الخير استاذ احمد سالم. تحية موجودة؟ ايوه طبعا موجودة، اتفضل. ازيك يا تحية؟ اهلا وسهلا يا احمد بيه. بيتك حلو قوي. ميرسي. انا طلقت امينة يا تحية. ايه مالك مخنوق كده ليه؟ حاسس اني ماليش في موضوع التمثيل ده يا زكا. ليه يا رشدي؟ في ناس شايفين ان انت مشروع ممثل كويس. احنا نضحك على بعض يا زكا. انا حاسس ان انا ممثل فاشل. محدش بيتولد نجم، والشغل اللي انت عملته لحد دلوقتي يا دوب بدايات، واكيد في فرصه. انا زهقت يا زكا. زهقت. مش من اولها كده يا رودي، وما تنساش ان المشوار طويل والنجوميه طريقها مش سهل. النجوميه؟ نجومية مرة واحدة؟ بكرة تشوف هتبقى نجم يا رودي، بس المهم ساعتها ما تنسناش. كده برضو يا سباحي حد ينسى حبايبه؟ أنا قلت خلاص مش هشوفك تاني. من يوم ما تحية اتجوزت أستاذ أحمد سالم الدنيا متلخبطة آخر لخبطة. هما لسه ما رجعوش من فلسطين؟ لسه. طب بقول لك إيه؟ خد الوردة دي. وردة؟ عشان أنا؟ الله، ملهاش ريحة يا سباحي. واخدها من بوكيه ورد كان في مكتب جوه. وانا اللي فاكراك يا اخويا شاريها لي مخصوص. واشتري ورد بتاع ايه؟ هو انا لا اجيب سندوتش؟ امال هنتجوز ازاي يا سباعي؟ يا بنت هو احنا لاقيين ناكل لما نتجوز؟
هو انت مش شايفه حال البلد متنايل ازاي يا بنت؟ مش حاسه باللي بيحصل حواليكي؟ وانت يا اخويا بروح اهلك فجاه كده بقيت سياسي يا زميلي؟ انا عايزه اتجوز جنازه تلمك. طب هاتي بقى. الله، ما كنتش متصوره ابدا ان فلسطين حلوه وساحره قوي كده. الطبيعه رائعه هنا فعلا، بس احلى كمان في الصيف. انا مش عارفه ايه اللي بيحصل، حاسه ان كل مدى غلاوتها بتزيد في قلبي. تصور اول بلد احبها وعشقها بعد مصر. مصر وحشتك يا توحه؟ وحشتني قوي قوي. ان شاء الله هنرجع قريب قوي. على فكره أنا هغيب عنك الليلة دي ساعتين بس. ليه؟ في حاجة؟ ناس حابي يقعدوني بشغل. طيب خلاص نقابلهم سوا. لا لا مينفعش، هما بيعتبروا الشغل أسرار يا روحي، على الأقل في البداية يعني. خلاص خليك على راحتك يا روحي، بس اوعي تغيب عليا عشان أنت بتوحشني أوي. وأنت كمان بتوحشني. هو النهارده ساعتين وبكره ساعتين. وبكره كمان؟ اخر مره، مش تحصل تاني يا روحي. انا بحبك قوي يا توح. وانا كمان بحبك قوي يا احمد.